وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من جنيف الأستاذ أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان. مساء الخير سيد أيمن. ملف انتهاك حقوق العمالة الوافدة في قطر ليس ملفا جديدا، ولكنه اليوم يأخذ أبعادا أكبر ويتسع ليشمل دولا أكثر. في أي إطار من الممكن وضع هذه الإجراءات الأخيرة للدوحة بمنعها موظفين من السفر إلى بلدانهم؟ للأسف مرة أخرى أن فيروس كورونا بيكشف عن تعامل غير إنساني للنظام القطري مع العمال المهاجرين. فبعد ما يعني شهدنا بشكل كبير على الانتهاكات المتكررة بحق العمال وحجم التجاوزات والانتهاكات، والحقيقة جعلتهم فريسة سهلة للوباء، بتظهر قضية جديدة وهي قضية تهديد الموظفين الكنديين في الدوحة في ظروف أقل ما توصف بها بالاستبدادية والقمعية. في الحقيقة دولة صغيرة جدا وبها إمكانيات عالية جدا، هي الأعلى لمعدلات الإصابة مقارنة، يعني حجم الإصابات وصل لحوالي 85,600 برغم الإمكانيات الكبيرة، مقارنة على سبيل المثال بدولة زي دولة البحرين وإصابات 21,350 ونسبة إصابات شفاء 15,790، ودي نسبة شفاء عالية جدا مقارنة بحجم الإمكانيات. الحقيقة من خلال متابعة المنتدى العربي لأداء دول المنطقة في مواجهة تفشي كوفيد-19، بنجد أن النظام القطري الوحيد اللي كان أداؤه سيء جدا في التعامل مع هذه الأخطار، وهناك عنصرية واضحة وكيل بمكيالين في التعامل مع المصابين. فنجد فئتين، الفئة الأولى المواطن واهتمام شديد بصحة المواطن وإهمال واضح لصحة العمال المهاجرين، مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحمايتهم من الإصابة. والحقيقة بالطريقة دي حولتهم من مجرد من عمال لهم حقوق وواجبات ويجب اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتهم إلى عمال بالسخرة يعملون بمقابل مادي فقط دون أي حقوق. وطبعا كان الهدف إكمال أعمال البناء في أقصى وقت دون النظر إلى أي معايير إنسانية وأخلاقية وتتنافى بشكل كبير مع الضوابط والعهود الدولية. نعم سيد أيمن، حتى قبل ما أن تظهر جائحة الكورونا، قطر دائما ما كانت لها انتهاكات في حق العمالة الوافدة وصلت في بعض الأحيان إلى وفاة بعضهم. ما هو دوركم كجهات ومنظمات حقوقية تجاه هذه الانتهاكات القطرية؟ الحقيقة احنا دورنا في هذه المرحلة هو دور الرصد لهذه الجرائم وهذه التجاوزات والانتهاكات. زي ما حضرتك عارفة احنا كمنظمات حقوقية احنا دورنا الرصد. حتى المجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان هي تملك أدوات الرصد، عشان في النهاية هذه التقارير الحقيقية الموثقة بالشهادات الحية نقدر ان هي تتحول من مجرد تقارير حقوقية الى تقارير إدانة عندما يحدث استفاقة للمجتمع الدولي. وهنا هذه التقارير لما المجتمع الدولي ينتبه بشكل كبير ومجلس الأمن ينتبه بشكل كبير ويكون في هناك توافق سياسي، تتحول هذه التقارير إلى دليل إدانة مهم جدا للنظام القطري يتم على أساسه توقيع عقوبات سياسية واقتصادية. ولكن دورنا في هذه المرحلة هو الرصد. والحقيقة احنا بنقوم برصد التجاوزات والانتهاكات للملف القطري منذ أكثر من 4 سنوات، وعندنا كم كبير من التقارير وعندنا كم كبير من الشهادات الحقيقة الموثقة، لكننا ننتظر الاستفاقة من المجتمع الدولي. نعم. ننتظر من المجلس الأمن بشكل كبير جدا أن يتبنى هذه التقارير وتحول إلى دليل إدانة للنظام القطري. نعم، من جنيف الأستاذ أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.